اللي فوق، تعالي زعم محمود في الكاميرا وهتقولها. أربعة مش موافقين على الأسعار الجديدة اللي أنت عاملاها. يعني إيه؟ أمال هنصلح الغسالة اللي باظت دي إزاي؟ طب أنا أقول لهم إيه؟ قول لهم كل حاجة غالية. إشمعنى الغسيل اللي هيبقى رخيص؟ ولا كمنه نظافة؟ أنت يا بنت لسانك فرق لها. الغسيل لزوم المكوى. يجب يدفعوا كام للمكواجي وأنا زي عايزة تلهاف في ربع جنيه في غسل قميص واحد يا سفاحة؟ بلاش منه. خلوهم يا اختي يكونوا من غير غسيل. ده اللي قال سوء النظافة جبر وتغندروا ان اتنين حكم. يا بار يا اللي فوق السطوح، هتقفلوا المية ولا بلغ البوليس يجي يشيل الموتور اللي عرفنا ووسخنا من يوم ما ركبتوه يا حيوانات. قلبك ابيض يا باشمهندس، ادينا بنغسل بيها هدومكم الوسخه. حامد انت فين اثار الملابس؟ الملابس كلها اتبلت يا انسه. يقطعني ولا يهمك، ما انا كنت داخل اخد دش. ما تاخذنيش يا مولانا. مولانا العفو والسماح، العفو والسماح. حبس حبس ذنبك شربات يا انسه. ما تجيب هدومك اللي اتبلت اغسلها لك وانشرها لك. ما تشغليش بالك، انا اصلا بحب اغسل هدومي بنفسي. يا لهوي هتغسل وانا موجوده؟ عاشق ليك. هات خلي طشتي يبارك بريحه هدومك يا ابو خطوه. هار اسود، هو انت من اللي بيبات ناشف ويصحى مبلول؟ يبقى مين حضرته؟ القصه تاروته جارنا. قصه في ايه؟ قصه ابو جديد اصبغه وكويه. ايه؟ قصه ابو جديد اصبغه وكويه. القصة تاروتا كوافير قد الدنيا. كوافير كوافير، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قولي بصراحة يا اسمك ايه؟ انت صحيح مخاوي؟ حبس 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 حبس، ايه لزوم الكلام ده يا تاروتا؟ هار اسود، مش بقى جارنا ولازم نعرف لون فصه ايه؟ انا اللي نفسي اعرف انت لون فصك ايه؟ فص ابيض وسيد الجدعان. القصة تاروتا كلامه كده متعود يلاغي الستات. لطيف قوي، باين عليه جرغيتت. هو الواد ده حكايته، امه ما كانتش بتخلف صبيان، ولما ولدته خافت عليه من الحسد، لبسته بنوته وطولت له شعره لحد ما بقى عنده 9 سنين. اه معذور بقى، ده لو كان سابته كمان ساعتين كان جسمه زرع ونبت وطرف وبقت مصيبه. دمك شربات يا مولانا. التكيف الاجتماعي وعملية ملائمة إمكانيات الفرد لإطار البيئة الاجتماعية المحيطة به. ارفع الدبل. اتفضل يا سضاحي. نفرض أن البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد بيئة فاسدة، إزاي يكيف نفسه فيها؟ بنفسين. الكلام ده في أفلام السيما مش في علم الاجتماع يا قفا. آه يا ضاحي. إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد. يحتم بعقله ازاي يا استاذ؟ يجعله المسيطر على شهواته والمتحكم في رغباته. وازاي يتحكم في رغباته؟ بالحد من الاستهلاك. يعني ما ناكلش يا استاذ؟ ناكل بالعقل بالاصول. الانسان بطبعه حيوان مستهلك، لكن اذا زاد معدل استهلاكه في اشباع رغباته لدرجه التفاصه والنهم حياته هتفسد، لانها هتتحول الى قلق وصراعات وانحرافات، هتفقد طعم الاحساس باللذات اللي بيجري وراها. لو سمحت يا استاذ. ايوه اقعد. يعني لو الواحد قدامه طبق فول وطبق سلطه ياكل طبق واحد بس. انت بالزيت تاكل كل اللي يجي في سكتك. عشان انت شاطر. ايه؟ المساله مش حشر وكتر اكل، الناس كل يوم بتموت من الشبع، محدش ابدا بيموت من جوع. ايه يا استاذ؟ انت فاكر نفسك غاندي ولا غاوي انيميا؟ ايه في ايه جرايين؟ جرانك وقفت حنا، كانتين المدرسه هيتفلس. هتفلس من جشعكم ومن استغلالكم. في حد يقول لي السندوتشات والمياه الغازيه تباع للتلاميذ باغلى من الاسعار السياحيه؟ وانت مالك؟ ردوا عليا يا شباب. ده سرقه علني. استغلال حقير. احنا اذا غلى علينا شيء تركناه. بقى كده. انت شايف ايه؟ ده تخريب. ليك ناظر له مصلحه في الكانتين يترد عليه. بسلم لي عليه.
يا فندم لازم تشوف لنا صرفة مستطاع التعظيم مدرس الفلسفة ده. يا ساتر ده تقول بلا حصل منه ايه تاني؟ كل يوم عامل لنا مشكلة. ده شيوعي يا فندم. ايه؟ صدقني شيوعي يبث وينفث. ينفث؟ بيرغي يساري وبيكلم التلاميذ في مواضيع خارج نطاق مادته. مواضيع زي ايه؟ الاستهلاك والقيمة والكلام الأحمر ده. يا نهار اسود. الغني هو اللي يقدر يستغنى عن أكبر قدر من الحاجات، مش اللي يستغل ويكوش على كل حاجة. يا أخي خليك واقعي، هتستغنى عن إيه ولا إيه ولا إيه؟ أساسيات الحياة بقت صعبة. البدائل المتوفرة والحياة بسيطة وسهلة. بدائل يا أستاذ؟ يعني تركب لي بسكليتة مهكعة وتمشي لي بيها في وسط العربيات وأنت مدرس محترم وبتحضر لي دكتوراه في الفلسفة وجاي تقول لي بديل المواصلات؟ بلا نتانة. بتؤدي الغرض وبوصل مشوار قبل اللي راكبين عربيات ولا لا؟ طب البسكليتة بتؤدي الغرض، إنما السانت إزاي بتؤدي بيه الغرض كبديل للجواز؟ اتنين أخرتهم هدي الحيل. بصراحة بقى أنت بقيت مضحكة الناس كلها. ليه بس يا أخويا؟ أخوك إيه وجبت إيه؟ ده أنت عريت الطعيطة كلهم. الحق عليا اللي جاي اديك خبر بعنوان جديد. اوضه فوق سطوح؟ انت ناسي انت ابن مين ومن عيله مين؟ يا عم سيبك من العره الفاضيه دي. قال جدك ساب لك ايه؟ ابوك مات. ابوك مات وسابك في شقه خمس اوض وصاله ترمح فيها الخيل. شقه في بيت من قلعه مبني سنه 1800 ووقع وراح لحالي. اسكن في شارع عاصي؟ انت مش كنت ساكن في شقه مفروشه؟ غليت علي وانا اذا غلى علي شيء تركته بلا خيبه. وهي دي امكانيات يا عاصي وبكيف نفسي على قدها، اجيب منين؟ الله تعمل زي كل الناس ما بتعمل يا اخي. يعني اسرق؟ والله يا اخي بقى اشرف لك. يا اما القمر عالباب نور اناديله، يا اما ارد الباب ولا انا يا اما يا اما القمر عالباب. لا على ارد الباب الواحد هيلاقيها منين ولا منين؟ مش كفايه المناظر الواحد بيشوفها في الشارع؟ بس المناظر هنا مش شايفها سكوب. اما القمر عالباب تعالى هدد الحيل. واصعب المبادئ هذه الايام. لو بطلنا نلم النذور من السكان هيعرفوا اننا كنا بننصب عليهم. ولميناها لفند اللبط ده هيفرحنا ويزينا. الله يرحمك يا عم زباخ. كانت ايامه عز ونغناغه. ابن معروف يا اخويا، ابني مربوط وعايزين حد يفك. يا حاج عم زباخ مشي من هنا ومش راجع تاني. مش راح فين؟ ابن معروف دلينا عليه، ربنا يكشر المرض. قلنا لك ما نعرفش. ما تسيبها تطلع يا سباش. تطلع فين؟ لمولانا التعظي. هو فين ده يا اخويا؟ ساكن مطلع عم زباخ، راجل بركه وهيريحك. بس اوعي تقولي له ان احنا اللي دليناك عليه. ليه؟ اصله بيشتغل على الضيق قوي مش لكل الناس. اطلع يمكن يقبل يساعدك. ان شاء الله يخليك يا اخويا. اللي انت عملته ده يا كاوده ده طعم يا غبي. طعم لو كله هنكسر عينيه واللعب ده.